السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا متابعينا الكرام، حياكم الله جميعا. أطلنا عليكم بعرض مثل هالمواتر الطيبة، لكن الحمد لله حصلنا شيء طيب ويجمل. عندنا ذا الجميل جمع مواصفات برقهام الطيبة كلها. هذا طال عمركم 1991 كادلك برقهام. الموتر ما شاء الله تبارك الله، مواصفات برقهام أو الكادلك الطيبة جمعها. عندنا أول شيء الجنوط كرومات، الفتحة سقف، فتحة سقف عفوا. عندنا طال عمركم المكينة 5.7، الممشى قليل وطيب. خلونا ناخذ لنا لفة كاملة الآن على السيارة ومن قريب علشان تشوفون كيف نظافة الموتر. ما شاء الله تبارك الله، عينك على نظافة الجنوط وعينك على نظافة الكرومات. ما شاء الله تبارك الله، طبعا فيها شوي وسخ لكن عموما الموتر ما شاء الله في دقة خفيفة هنا. ما شاء الله الموتر يا اخوان رائع بمعنى الكلمة، مواصفاته طيبة. طبعا هذا الديلر شيب او المعرض اللي انشرت منه. الشيء الوحيد الملاحظة الوحيدة اللي في السيارة هذه مفقودة اللي زي كذا، وممكن توفيرها بسيطة اللي يجيك الشعار اللي كذا، حتى في الخليج متوفر كثير. هذه المكينة 5.7 مواصفاتها طيبة. ما شاء الله تبارك الله، انا اصور معاكم وقاعد احاول استكشف ملاحظات في السيارة، لكن ما شاء الله تبارك الله السقف طيب، اموره طيبة. هنا شوي وساخة طبعا، نرجع على البادي مرة ثانية. والآن راح نشوف داخلية السيارة ومحركات الموتر كلها إن شاء الله. موتر بذا النظافة ما شاء الله تبارك الله، ترى من زمان ما حصلنا شيء بذا النظافة. أول شيء خلينا نوريكم ما شاء الله تبارك الله، عندك الجلد عندك حزام الأمان طيب، وعندك الجلد هنا ما في اي ملاحظات، والكرومات لاحظ طيبة ما شاء الله تبارك الله، والتخشيبات امورها سليمة. التفاصيل هذه جدا مهمة اذا صار الموتر نظيف حيل مثل ذا الموتر، شيء تحط عليه فلوسك يستاهل القيمة. ما شاء الله ما شاء الله، شوف نشغل السيارة. اوه البطارية طفت علي، ما في مشكلة لان السيارة موقفة تقريبا لها 7 شهور فلازم ارجع اشحنها. راح ان شاء الله اشحنها واصور فيديو ثاني لتشغيل السيارة فقط. ما شاء الله تبارك الله، البطارية جديدة لكن يبي لها اعادة شحن فقط. ما شاء الله تبارك الله، خلفيتها طيبة كل شيء طيب فيها. عندك فتحة السقف، خلونا نوريكم الماكينة وملحقاتها. شوف التفاصيل الطيبة، راح نوريكم الشنطة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله،
لا لا الموتر ما شاء الله تبارك الله ما يختلفون عليه اثنين، الموتر طيب. شوف لي الوكالة هذا حق الريديتر ما شاء الله، عندك هنا استيكرات الوكالة، افتح لكم الشنطة، مفتاح مذهب، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، استيكرات الوكالة، عندك هنا بعض الأوراق حقت اللي الصيانة. لا لا موتر ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الله، عسى الله يبارك لي بكم المصيبة. طبعا عشان ما في بطارية ما تسحب الشنطة، لكن ان شاء الله الحين اشغلها احط بطارية عفوا اشحنها وبإذن الله اصور لكم السيارة بعد ما اشغلها وتشوفونها. هذا الان بعد ما شبكنا الكيبل، بسم الله البنزين يتحرك، ما شاء الله والله الموتر رائع نظيف بمعنى الكلمة، ما شيء يكتب هذا يشتغل من الكهرباء شوي طافي شغال ما شاء الله. عندنا السقف ما شاء الله شغال أمور ممتازة، هذول الزر طبعا شغلات. لا لا الموتر ما شاء الله عليه، ما اثنين ما يختلفون عليه، نظيف نظيف بمعنى الكلمة.